السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. طبعا نكمل مع الجزء الرابع إن شاء الله مع الكلينيكال كوريليتس ميني بيرث ديفكت كود بي بريفنتد، يعني بإمكاننا إننا يعني نحدث أو نعالج الشيء قبل حدوثه، أو نعم اللي هي بيرث ديفكتس بإمكاننا إننا نمنعها، نمنع الإعاقات بأحد الطرق التالية. يعني مثلا عندنا اللي بالأخضر أول شيء اللي هو كريتينيزم، طبعا نقدر باي أيودين، بواسطة الأيودين بإذن الله يعني إننا نقدر نحمي الجنين من الكريتيزم. أوكي، وبرضو اللي هو الدايبيتس، وبرضو اللي هي بي كي ان او بي كي تي اللي هي فيني، يعني نقدر نحميها نوعا ما ان شاء الله باضافة يعني بطريقة معينة. طبعا هنا في حالة الكريتينيزم حدد لنا، قال لنا طريقة الايودين، بس بطريقة اللي هي بالسكر وهذه ما حدد لنا بايش. طيب هنا عندنا نيورال تيوب ديفكت، طبعا ممكن اننا نعالجها باي فوليت سبلمنتيشن، حاجة اسمها فوليت سبلمنتيشن اللي هي الدعم الفوليتي تقريبا. طيب اللي بعدها اللي هي افويد، بيقول لنا يعني خلال فترة الحمل تجنبوا اللي هو الكحول، شرب الكحول، وتجنبوا اللي هو الدواء هذا اللي هو دواء حب الشباب اللي هو يسموه ايسو تري تينوين فور تريتمنت اوف اكني اللي هي حب الشباب. طيب نيجي هنا برينسيبلز اوف تيراتولوجي اللي هو علم التشويهات، علم المسوق والتشويهات. طبعا برينسيبلز، طيب البرينسيبلز هذه المبادئ تنبني على ايش؟ ديبند اون جينو تايب، على التكوين الجيني او نوع الجين للجنين، وتايم اوف اكسبوجر، يعني هنا قال لنا تايم اوف اكسبوجر، اكتب لها تحتها موست سنسيتيف بيريود از اورجانوجينيسيس 3 ويك تو 8 ويك. اوكي، يعني انا قصده انه وقت حدوث المسوخ هذه، اذا الوقت الحساس جدا هو من الاسبوع الثالث الاسبوع الثامن للجنين وبطن امه، هذا اكبر وقت حساس. وهنا بيقول لنا برضو بيعتمد على الجرعات اللي هو دوز اند ديوريشن، الجرعه ومده نعم. النقطة الثانية اللي هي بتؤدي إلى التشوهات، هذه بتؤدي إلى الموت أو مالفورميشن أو جروث ريتارديشن، تخلف النمو، أو فانكشنال ديس أوردرز، إعاقات وظيفية، وهنا تشوهات اللي هي مالفورميشن. طبعا هنا عندنا أنواع تشخيص الحمل سموه برينتال دياغنوسيس، يقول لك تو اسس جروث، يعني يفحص النمو الطفل، اند مالفورميشن، وهل الطفل يعني عنده تشوهات او لا، اوف ذا فيتس ان يوترو، يعني في الرحم. عندنا اربع انواع اللي هي الارترا سونوغرافي، والنوع الثاني اللي هو ماترنال سيريم سكرينينج، والنوع الثالث امينيو سينتيسيس، امينيو اللي هو امنيوتيك، عارفينه اللي هو الغشاء. طيب وهنا كورايونيك فيلس، كورايونيك برضو اللي هو غشاء، برضو اللي هو كورايونيك اللي يسموه فيلس اللي هي رؤوس الاصابع، يسموه سامبلينج سي اف سي في سي. طيب نبدا هنا مع الترا سونوغرافي بيقول هنا دان ترانس
abdominal or transvaginal. طبعا يقول يعني هو هذا الشيء بيحدث عن طريق جدار البطن او عن طريق المعدة، او ممكن نجيبها بطريقة ثانية عن طريق اللي هو الفيجاينا اللي هو الرحم. طيب هنا يقول used to determine يعني الالترا سونوغرافي used to determine fetal age and growth، يحدد لنا عمر الطفل وحجمه او نموه، و amount of amniotic fluid برضو يعني كمية الامنيوتيك فلويد، وبرضو البلاسينتا بوزيشن فين مكان البلاسينتا، و امبايبيكال بلاد فلو يعني تدفق الدم في الحبل السري مدى تدفقه وكيف سرعته وزي كده، و مالتيبل بريجنسيز يعني اذا كان عندنا توأم او كم عندنا يعني نعم زي كده توأم ثلاثة، وهنا كوجنيشال انوماليز اذا كان في برضو اعاقات ولا شيء يقدر يكتشفها. فهنا يقول A B C D اللي هي هنا A اللي هي الامبريو في الاسبوع السادس، و B اللي هو شكل الوجه، و C في الصورة اللي هو اليد، و D اللي هو الرجول. نعم اكمل. الترا نعم هو نفس الشيء، هنا جاب لنا اللي هو cognitional anomalies أمثلة عليها، جاب لنا neural tube defect اللي هو في الحبل في الأنبوب العصبي، وانعدام الدماغ قد تأتي حالة إن هي انعدام الدماغ اللي هي المصطلح هذا، وكيس الحبل الشوكي اللي هو spina زي ما شفناها في كيس في الحبل الشوكي عند العمود الفقري في أحد الصور في المقطع السابق أو اللي قبل السابق. نعم وهنا cardiac defect مشاكل في القلب، وأبدو من ال wall defect يعني في البطن في جدار البطن مشاكل في جدار البطن، وfacial defects اللي هي cleft lip and plate يعني مشاكل في الوجه يعني زي الكليفت ليب امبليت يعني في الفم في داخل الفم او في الشفه، ومالتيبل بيجنسيز اللي هو بيعرف لنا كم عدد هل عندنا توام ام لا. طبعا هنا ماترنال فيتال سكرينينج تيست، طبعا هو الماترنال راح يشوف لنا او يفحص اللي هو الالفا فيتو بروتين اللي هو البروتين الجنيني اللي هو الفا فيتو. البروتين الجنيني هذا produced by the liver produced by fetal liver يعني ينتج بواسطة الكلية حق الجنين الكبد liver ينتج بواسطة كبد الجنين pass to maternal blood and amniotic fluid، فيذهب إلى جسم الأم إلى دم الأم ويذهب الى اللي هو amniotic fluid. طبعا هنا حالات يقول لك اذا في حالة الزيادة اذا زاد هذا البروتين الجيني increase in راح يسبب لنا ايش neutral tube defects، راح يسبب لنا neutral tube defects، وفي حالة decrease راح يسبب لنا ايه down syndrome راح يسبب لنا اللي هو المرغولي. نعم راح يسبب له مرض داون سيندروم، يجيب له معلومات انه ترايسومي 18 و6 كروموسوم وابنورماليتيز وتراي بلويدي عن ايش عن المرض اللي هو داون سيندروم. هنا النقطه الثانيه اللي هي هيومن كرويونيك جونان تروف اللي هي معناها موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية توجههم. نعم decrease as AFB، فيعني هنا في هذه الحالة في هذا المرض يحدث بسبب decrease يعني decrease حق هذا قد يحدث لنا داون سيندروم
وقد يحدث لنا هذا المرض وقد يحدث لنا هذه اللي هي ان اللي هي قال لك ديكريز اي اف بي اللي هي هذه اي اف بي بيسوي لنا مشكله اللي هي هذه اللي هي نقص هرمون اللي هو استروديول. طيب نقبل هنا امنيو سينتيسيس. امنيو سينتيسيس اللي هي يقول لك نيدل. امنيو سينتيسيس هذه الفحص الثاني طبعا زي ما نشوف الابره هنا داخله بيقول لك نيدل از نيدل انسرتد تو ذا امنيوتيك كافيتي اندر الترا ساوند. يعني هي عباره عن ابره تدخل في الامنيوتيك كافيتي يعني اندر الترا ساوند يعني تح يعني في جهاز الالترا ساوند. اوكي بيقول لك هنا withdraw 20 الى 30 ملي لتر. اوكي يعني يسحبون 20 الى 30 ملي لتر من امنيوتيك فلويد. بيقول لك done after week 14 يعني هذا الشيء نسويه الفحص هذا يسويه بعد الاسبوع الرابع عشر. ايش يصير او ايش الفائدة منه؟ analyze for a فيتو بروتين. يسوي لنا ايش؟ تمييز او تحليل للفيتو بروتين ويقول لك هنا present in neural tube defects يعني في حال صار خلل او شيء او نعم سيسبب لنا neural tube defect اللي هو في الانبوب العصبي. بعدين هنا بيقول culture fetal cells and chromosomal abnormalities and DNA structure. طبعا في حال حدوث اي خلل سوف تحدث هذه تحدث مشاكل في هذه الخلايا. وهنا بيقول chromosomal anomalies يعني بيحدث anomalies يعني مشاكل في الكروموسومات ومشاكل في DNA structure. نعم نكمل. طبعا هنا الثالث اللي هو كرو ايونيك فيلس سامبلينج. زي ما نشوف الفيلس هنا اللي هي الرؤوس اللي هي هذه اللي زي الجذوع. نعم فايش يصير؟ يقول لك هنا سحب يسحبون 5 الى 30 ملي جرام وفيلس ماس يسحبون يعني ماس كذا يعني قطعه نوعا ما. وهنا يقول لك كروموسومال اند biochemical analysis يعني راح يصير ايش عندنا تحليل كروموسومي وبيوكيميكال يعني زي كيميائي نوعا ما. نعم ويقول لك can be done يعني متى يحدث هذا الفحص؟ في الاسبوع. يحدث في الاسبوع الثامن لانه اصلا بعد الاسبوع الثامن راح تروح الكرويونيك فيلس والفيلس تروح تختفي وتحول لجنين ويعني تغير اشياء كثير. وهنا يقول لك immediate cell analysis يعني سريع هذا التحليل سريع جدا ونتيجة تطلع إن شاء الله بسرعة. نعم هذا السلايد الأخير fetal therapy طريقة معالجة الجنين. هنا قال لك fetal transfusion نقل الدم للجنين. طبعا يقول لك guided by ultrasound يعني هذا الشيء يتم بواسطة الالتراساوند جهاز الالتراساوند in case of fetal anemia. ها اذا حدث يعني fetal anemia نقدر نسوي له نقدر نعطي الجنين دم او نعم عن طريق الالترا جهاز الالترا ساوند. طيب النقطه الثانيه اللي هي fetal medical treatment طبعا يعني يقول لك drugs given to mother crosses placenta يعني الأدوية اللي بنعطيها للأم تخترق البلاسينتا وتذهب للجنين يعني الأم تأكل الدواء فالدواء هذا مفعول يروح للجنين على طول. أوكي فيعافي المشكلة اللي في الجنين بإذن الله. هنا إيش قال لنا؟ إن infection injection into يعني نعم يعني هذه الحالة الأولى فوق اللي هي نعطي الأم دواء. الحالة الثانية ان نعطي الجنين ابرة نعطي الجنين ابرة وهو في بطن امه نعطيه في منطقة نعم طيز الجنين
او استو، نعم اوف فيتس، او ان نعطيه في الامبيبيكال امبيليكال فين اللي هو في الوريد، نعم او في نعم اللي هو ارتري وفين، هنا في الفين نعطيه في الوريد، نعم نعطيه في الوريد، نعطي الدواء للجنين في الوريد. النقطة الثالثة اللي هي فيتر سيرجري، العملية كيف نسويها للفيتر للجنين. طبعا يقول لك بليسنج شانت، يعني تقريبا زي الصمامات، تو ريموف فلويد فروم كافيتي. اول شيء نفضي الكافيتي، نفضي الفجوة من السوائل عن طريق الشانت. بعدين هنا يقول يوترس از اوبند تو اوبريت اون ذا فيتس. بعدين نفتح الفجاينا اللي هي اليوترس، نفتح الرحم لكي نبدا العمليه في الجنين. وهنا مثال، قال لنا مثال على هذا الشيء اللي هو ريبيرنج ديا فارغماتيك هيرنيا، يعني هي هذه العملية. طيب النوع الأخير اللي هو ستيم سيل ترانسبلانتيشن، اللي هي عملية الزراعة. طبعا هنا المعلومات استنتجتها من الكتاب، فتحت الكتاب المنهج حقنا ودخلته ويعني طلعت بهاي المعلومات. طبعا هنا مش واضح جدا، يعني قال لك أميونو كومبيتنس، أميونو كومبيتنس ديفلوبس at 18 weeks، يعني الأميونو كومبيتنس بيتطور خلال في الأسبوع الثامن عشر. طيب نحن لو صار عندنا مشكلة في قبل الأسبوع الثامن عشر، يعني دحين الأميون سيستم اللي هو جهاز المناعة غير شغال، فنحن إيش نسوي؟ نسوي زراعة، نستطيع زراعتها لأجل أميونو ديفيشنسي. يعني عندما يصير عندنا مشكلة في المناعة، نزرع أشياء إضافية لكي تحميل الأميون ديفيشنسي. نعم. النقطة الثانية اللي هي جين ثيرابي، طبعا نستطيع معالجة الجينات عند الجنين عن طريق ميتابوليك، يعني سوري، نستطيع معالجة الميتابوليك ديس أوردر اللي هي عملية الأيض والهضم، وهذا الشيء الجين ثيرابي. هكذا نكون انهينا المنهج لله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صل على محمد بعدد حبات المطر، واللهم صل على محمد بعدد ورقات الشجر. السلام عليكم.